ياسين ذيكي على المايك يلا ويا احمد الهيثم التفصيخ على اصلا بين كل البرامج نجم بين الكل هو فصله كافح بمسيره اجتهد واليوم حصد النجاح الترند الاول هنا على مستوى العراق ما بقى للفاشل كلمه لا ما يوجه ولا ابد والهدف الاول عنده يصلح مشاهير البلد لو تشتهر بمحتوى لو الهيثم راح يستلمك لو كان محتواك نفاق هنا الهيثم راح يأد غزيتونا بين الناس فضحتونا بين العالم واحمد الهيثم بالمرصد راح يصفيها اجاكم اعلامي تعب واجتهد وحده وصل الى القمه كافح بمسيره صعبه واليوم تحقق لحلمه لذلك باقين معاك احمد الهيثم لك سند كل المشوار لك فيفا يا حبيب جمهورك بعد لذلك باقين معاك احمد الهيثم لك سند كل المشوار لك فيفا يا حبيب جمهورك بعد